عاجل مفاجأة، أمريكا تقف بجانب مصر في قضية سد النهضة، وهننشر لحضراتكم تفاصيل هذا الخبر المفاجئ الصراحة وهام جدا. 3 سيناريوهات أمام مجلس الأمن في اجتماع سد النهضة، وأول تحرك من مجلس الأمن تجاه قضية سد النهضة، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد رجل أعمال كبير، بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل مفاجأة، أمريكا تقف بجانب مصر في قضية سد النهضة. اعتبرت الولايات المتحدة أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر في المنطقة. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في إثيوبيا للامتناع عن الإجراءات الأحادية للملء الثاني لسد النهضة. وزارة الري المصرية قالت في بيان ليها إن عبد العاطي وجه خطابا رسميا إلى بيكيلي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها. أضافت أن وزارة الخارجية أرسلت خطاب موجه من عبد العاطي للوزير إلى الوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو. بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاثة ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب مصر والسودان. شددت الوزارة على أن هذا الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. المصدر معانا كان من وكالات، يعني أول ما وزارة الخارجية المصرية أو وزير الري المصري جاله خطاب رسمي من وزير الري الإثيوبي قام يعني في سرعة بإرسال خطاب لوزير الخارجية الإثيوبي ووزير الري الإثيوبي برفض قاطع لعملية الملء الأحادي لخزان سد النهضة، ورسالة لمجلس الأمن اختار بعدم الموافقة والرفض القاطع لهذا الإجراء. أترك لحضراتكم التعليق، وزي ما حضراتكم كده عرفتوا أن برضو أمريكا يعني بتدعو إثيوبيا للتوقف عن الملء الأحادي الخزان سد النهضة. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار، ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام جدا. 3 سيناريوهات أمام مجلس الأمن في اجتماع سد النهضة. اعتبر محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن مجلس الأمن الدولي أمامه 3 سيناريوهات إيجابية في أزمة سد النهضة خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل. في تصريح متلفز قال حجازي أن السيناريو الأول هو اعتماد القرار المصري السوداني بضرورة التفاوض والوصول لاتفاق ملزم في مدة زمنية محددة وعدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك يأتي بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو من أي من الدول دائمة العضوية. أضاف أن السيناريو الثاني هو إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة وتأثير على الأطراف. إما السيناريو الثالث فهو إصدار بيان صحفي يحمل معنى قرار المصري والسوداني. لفت إلى أن مصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي، لكنها تستنفذ كل الأدوات الدبلوماسية الممكنة وتعمل داخل نطاق الأسرة الدولية وقواعد القانون الدولي، وسوف تحقق ما تستهدفه.
المصدر معانا كان من ار تي، واترك لحضراتكم التعليق. عاوزين نعرف مع بعض ايه بقى اول تحرك من مجلس الامن تجاه هذه القضيه، قضيه سد النهضه. الامم المتحده دعت اثيوبيا والسودان ومصر لتجديد التزامها بالمفاوضات في قضيه سد النهضه وتجنب اتخاذ اي خطوات احاديه الجانب، وذلك بعد إعلان إثيوبيا عن بدئها ملء خزان السد. وقال ستيفن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أنه يؤيد دور الاتحاد الإفريقي في الوساطة بين الدول الثلاثة. أضاف المهم أيضا هو عدم القيام بأي عمل أحادي ممكن أن يقوض البحث عن حلول، لذا من المهم أن يجدد الناس التزامهم بالحوار بنية حسنة في عملية تفاوض حقيقية. وتابع الحلول لهذه القضية تحتاج للاسترشاد بأمثلة ونماذج بحلول توصل إليه آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن. من المرجح أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع قضية سد النهضة بعد أن طلبت مصر والسودان من المجلس بحث القضية، وإن شاء الله الاجتماع ده هيكون يوم الخميس غدا بإذن الله. المصدر معانا كان من رويترز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد رجل أعمال كبير، وألقت الأجهزة الأمنية المصرية قبض على رجل أعمال كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة سابق أحد الأندية الرياضية الشهيرة تنفيذا لصدور عدة أحكام قضائية ضده. جاء ذلك بعد أن تم الاشتباه في أحد الأشخاص، وخلال عملية الفحص تبين أنه هارب من 124 حكم تبديد. هذا واقتادته قوى الأمنية إلى قسم شرطة التجمع الخامس، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية معه. والمصادر ما قالتش اسم الشخص المقبوض عليه. المصدر معانا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر سريع معانا، وقائمة أغلى 10 لاعبين عرب في التاريخ بعد انتقال حكيمي لسان جيرمان. انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان لباريس سان جيرمان بعقد حتى عام 2026 وفق ما أعلن النادي الباريسي أمس الثلاثاء. أصبح حكيمي البالغ عمره 22 سنة أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ، متفوقا على الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح، حيث قدرت وسائل إعلام إيطالية وفرنسية صفقة انتقاله لسان جيرمان بنحو 70 مليون يورو. هنرصد لحضراتكم أغلى 10 لاعبين عرب عبر التاريخ. أول حاجة المغربي أشرف حكيمي انضم لباريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو. 2 الجزائري رياض محرز، انتقل محرز ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في الصيف 2018 مقابل نحو 67 مليون يورو. المصري محمد صلاح انتقل من روما لليفربول ب 42 مليون يورو. المغربي أشرف حكيمي تعاقد إنتر ميلان مع الظهير الأيمن المغربي في صيف العام الماضي قادما من ريال مدريد مقابل 41 مليون يورو، قبل أن يتم التخلي عنه هذا الصيف مقابل 70 مليون. المغربي حكيم زياش دفع نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 40 مليون يورو للتعاقد مع صانع الألعاب المغربي قادما من صفوف اياكس الهولندي. الجزائري اسلام سليماني وقع المهاجم الدولي الجزائري النادر ليستر سيتي في صيف 2016 قادما من سبورتينج لشبونة مقابل 31 مليون يورو. المصدر معانا كان من goal.com، وحبينا نقول لحضراتكم يعني اغلى لاعبين عرب في التاريخ، وجينا لنهايه نشره الاخبار البسيطه مع حضراتكم. اتمنى اكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم. كان معكم اسلام الامير، وتحيه طيبه لابانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج لانه بيتعب حقيقي معانا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.